السلام عليكم خوتي. انا في واحد الحاله شغنقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. انا هاد الناس هادو ما عرفتش كيفاش تجابوا لي هاد 140 الف. انا بغيت هاد 140 الف بغيتهم يحيدوها ليا، ما فهمتش علاش. وانا طالب معاش وعندي كريريسا مطالب بيا الله سبحان الله العظيم، لا اله الا الله محمد رسول الله. والله خوتي لا، يعني ما عندكش، ما عندي حتى حاجه، عندي الله سبحانه وتعالى خوتي، ما عندي حتى شي حاجه. كلشي واضح باين، ما كاين حتى شي حاجه. المراه مريضه ليا مسكينه، هي 16 عام وهي مريضه ليا، يلا مكافيه معايا. هي كنشري ليها الدواء، كنشري ليها اي حاجه، الوريقات ديولها راه ما كاينين ليه، كلشي موجود، ما كاين حتى شي حاجه خويا. انا هاد الناس هادو جابوا لي 140 الف، ما عرفتش علاش. هاد 140 الف راه حطمتني. انا هاد 140 الف هادي يا خويا، انا كنت كنشارجي واحد الوقت، كنت كنشارجي 3600 100 درهم في الشهر. دابا في التواخير ما بقيتش كناكل الضو، وليت كنشارجي 50 درهم كديني 3 شهور. قال لك علاش كنتي كتشارجي واحد العدد ودابا وليتي كتشارجي 50 درهم كديك 3 شهور، علاش؟ قلت لي مدير انا دابا كنت كنستهلك الضو، دابا ما بقيتش كنستهلك انا الضو. هادشي اللي كاين هو هذا. جابوا لي هذه، قال لك علاش؟ قال لك دابا انا ملي مشيت جاو هنا فين واحد تقريبا واحد شهر ونص، كانوا داروا على المواقن، لقاو هاد الدري ولدي هذاك اللي بارك ليه راه فينا هو، لقاوه شافوا المكانه، قال لي قول باك يخرج المكانه. مني جيت انا قال لي الدري ولدي راه جاو هنا مولي الضو، قال لك قول ليه يخرج المكانه برا على برا، تركب على برا. ما علينا دازت واحد السيمانه، مشيت انا طلعت انا للقامره كنشارجيو هنا فيها زمور، كنشارجيو فيها زمور انايا. مني شدت مني الدريه الكارطه، قالت لي دارتها في البيسيم، قالت لي راه مكوديه، غادي تمشي عندك شي مشكله، غتمشي عندهم البير جديد. من مشيت للبير جديد قال لي قبل ما شد الكارطه من عندي بحال ما، قال لي خرجتي المكانه؟ قلت لي لا باقه. قال لي عندك غيكون عندك واحد البروسي. دخل الكارطه بحال ما، قال لي سير جيب هاد الورقه، هي جيبها من ليه. من جبت هاد الورقه قال لي، قلت لي انا ما قاريش، وريني شنو هو كاين هنا خويا. قال لي عندك واحد 140 الف. قلت لي ما ديرهاش هاد 140 الف. قال لي راك كنتي عاطي الضاء ولا ما كنتي، ما فهمت والو. انا هاد الناس هادو راه حطموني. باش غنخلص اخويا؟ ما عنديش باش نخلص، انا عندي كريريس طالب معاشو، كندفعها فيديا والمرا مريضه عندي كنشري لها الدواء، باش غنخلص اخويا؟ مرضك مالها؟ مرض نفساني اخويا. وريقات ديولها كلشي كاينين موجود. علاش كيفاش وقع لها؟ ملي ولدت هذاك الوليد راه عنده 16 عام، هو فينا مرض نفساني. دابا ما كطيب ليا، ما هي انا كنطيب، انا اللي كنصبن حوايجي، انا كلشي حوايجي كنصبنهم راسي. انا ما رجعتش عندهم، وين الا كان رجع عندهم غيولوا ليا نفس المشكل، كيقول لك سير خلص وصافي، كيقول لك تصارف معاه، كيقول لك ديرها لك كري طريق. فاش خدام انت وشحال كتصور في النهار؟ كنصور 400 500 600 في النهار اخويا. كروسه ديال الدفاع هذا كندفعها فيديا، هادشي اللي كاين هو هذا اللي عطا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله اخويا. الله يجعل سيدي ربي ويصوب لينا. وراه كاينين الناس وكاينين الحباب وباقيين. ما عنديش باش غنخلص، يجي يديو المكانه ديالهم وغيتقطع ليا الضو. هادشي اللي كاين هو هذا، هادشي اللي كاين هو هذا. ولا اله الا الله محمد رسول الله. رجعوا للعاده، رجعوا للعاده الاولى، الشمع. نرجع للشمع اي ضروري، وهادشي اللي كاين هو هذا. دابا راه باقي فيها واحد 15 كيلو ولا ما كايناش، راه غادي تضرب ليا 4 ايام ولا 3 ايام في هذا رمضان ان شاء الله وتسكت. هذا خويا كنطالب من هاد 140 يحيدوها لي. انا ما عنديش باش غنخلص اخويا، نكذب عليك ما عنديش باش غنخلص هاد 140. وكون ما قالوا لي لا 20 ولا 10000 نقدر نتسلفها، ندبر عليها، نموت فيها ونجبدها 20000 نديها لهم، ولا يقول لي 140 الف. انا 140 الف واش عندي انا؟ شوف ورا اخويا كتشعلها فينا، ما كتاكل لا ضو ولا تلفزه، راه هادشي الثلاجه 100 الثلاجه راه فينا، الله الا عام بالله وهي ساكته، راه خاويه من الكاز. والله إلا من عام الأول إلا نكذب عليكم ولادي حرام عليا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.